بالحقيقة تنظيم داعش الإرهابي يعني يستغل فرص تسنح أحيانا بين الحين والآخر له بالتعرض على المناطق الرخوة التي لم تكن تمسك بشكل دقيق من قبل القوات الأمنية، وبالتالي يقوم بشن عمليات تعرضية على قواتنا الأمنية في هذه المناطق. بالحقيقة لو كانت هناك يعني جهد استخباري متميز لدى قوات الأمنية يحصل على إنذار مبكر عن تحركات داعش الإرهابية، لتمكنت قواتنا الأمنية من شن هجمات إجهاضية على هذه المجاميع الإرهابية وعدم السماح لها بالتعرض على قواتنا الأمنية. حقيقة داعش في المرحلة يعني الأخيرة كثف من هجماته على قواتنا الأمنية في مناطق صلاح الدين وجنوب كركوك ومناطق مخمور ومناطق أخرى أيضا في صلاح الدين وفي ديالة. هذا حقيقة يشير بكل وضوح إلى أنه تنظيم داعش لديه القدرة على يعني يشن هجمات على قواتنا الأمنية في هذه المناطق. وتنظيم داعش حقيقة يوصل رسالة إلى كل يعني القوات الأمنية بأنه لا زال قادر على شن هجمات، ولا زال قادر على امتلاك الأسلحة، ويعني لا زال قادر على امتلاك لتجنيد بعض الأشخاص معه، وهذا أمر حقيقة خطر وحساس جدا. نعم. هذه الرسالة حقيقة التي يوصلها داعش إلى قوات الأمنية يعني مفادها أنه يجب على القوات الأمنية أن تكثف الجهود في هذه المرحلة، وتكثف يعني الحملات الاستخبارية ضد هذا التنظيم لغرض الحصول على إنذار مبكر أو معلومات دقيقة حول تحركات داعش الإرهابية لغرض يعني تدميرها قبل أن يتم أو قبل أن يقوم بأي عمل ضد قواتنا الأمنية. هذا من جانب. الجانب الآخر، يجب أن تستخدم القوة الجوية كضربات استباقية لمجاميع داعش الإرهابية وتدميرها، خاصة في مناطق مأواها الذي يستخدمها اللي هي عادة تكون مناطق رخوة غير مشغولة من قبل قواتنا الأمنية، مناطق القرى المهدمة والمناطق النائية التي يستخدمها التنظيم يعني إخفاء بعض قواته أو إخفاء بعض مجاميعه أو إخفاء بعض أسلحته. نعم. وبالتالي أعتقد القوة الجوية مهمة جدا شن هجمات على هذه المجاميع، خاصة في مناطق جبال حمرين والمناطق يعني المتموجة التي يصعب حقيقة كشف هذا التنظيم فيها. هذا حقيقة موضوع مهم وحساس، هناك مناطق رخوة يجب على القوات الأمنية أن تعمل جاهدة على الحصول على معلومات مبكرة عن تحركات داعش في هذه المناطق، أو يتم إشغال هذه المناطق من قبل قوات أمنية يعني غير الحشد العشائري وغير الحشد الشعبي، من قبل حقيقة الجيش العراقي، حتى يعني يتمكن الجيش العراقي من حصوله على معلومات دقيقة، كون الجيش العراقي كان قد تدرب على العمليات التعبوية بشكل دقيق وعلى العمليات التعرضية بشكل خاص بشكل دقيق. أستاذ محمد، خلاف ما تمتلك بعض فصائل الحشد الشعبي أو الحشد العشائري. أستاذ محمد أرحب بك من جديد في هذا موضوع مهم. الموضوع الآخر كما تعلم عذرا على المقاطعة ولكن استغلالا للوقت سيد محمد أرحب بك من جديد في هذه النشرة. يعني نحن على أبواب استحقاق انتخابي مقبل، برأيك يعني التجاذبات السياسية التي تتزايد قبل الانتخابات إلى أي مدى تشكل خطر على الوضع الأمني سواء في بغداد أو حتى المحافظات الأخرى؟ بالتأكيد تنظيم داعش يستغل مثل هذه الفجوات ويستغل مثل هذه الفوضى ويعني ويقوم بشن هجمات على مناطق مختلفة هنا وهناك لغرض إرباك القوات الأمنية أو لغرض يعني استنزاف القوات الأمنية كما يفعل هو في هذه المرحلة. وبالتالي أنا أعتقد على القوات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة على وجه الخصوص أن تعي حجم التحدي الكبير اللي يواجه العراق بهذه المرحلة. نحن مقبلين على انتخابات، يعني أنا أعتقد ليس تنظيم داعش وحده الذي يؤثر أو الانتخابات تؤثر على هذه العمليات بس، بل أنا أعتقد أن هناك سلاح منفلت يعمل خارج إطار الدولة، يجب أن يتم تحييد هذا السلاح عن الانتخابات المقبلة، هذا من جانب. وتحييد هذا السلاح أيضا يساهم مساهمة فعالة وكبيرة مع قواتنا الأمنية لغرض سيطرتها على هذه المجاميع وعدم السماح لها بشن هجمات على قواتنا الأمنية في أي مكان من العراق، سواء في المناطق النائية جنوب كركوك أو غرب الموصل أو في محافظة الأنبار أو في أي مكان آخر. طيب أستاذ نعم محمد، تنظيم داعش يستغل هذه التجاذبات السياسية ويستغل هذه الفراغات ويستغل الفوضى أيضا لغرض إرباك القوات الأمنية وإرباك يعني العملية السياسية بشكل عام بالعراق.
طيب أستاذ محمد، هناك سؤال يدور في ذهني ويدور في ذهن أغلب الشارع العراقي، ونظرا لمعاناة الإرهاب التي عانتها العديد من الدول وكذلك بعض الدول المجاورة، رأينا أنهم يعتمدون على عمليات استثنائية، على عمليات استخبارية وليس عمليات استثنائية. هل بدورك تؤيد اللجوء إلى الجهد الاستخباري في مكافحة الإرهاب؟ وكيف يمكن أن نعتمد على الجهد الاستخباري بصورة أكبر من الواقع حاليا؟ نعم، واضح. أنا أعتقد داعش في هذه المرحلة يشن هجمات استباقية بين الحين والآخر. الغرض من هذه الهجمات هو استنزاف القوات الأمنية. هو غير قادر على مسك الأرض في هذه المنطقة، لأنه مسك الأرض موضوع صعب جدا بالنسبة لداعش، يحتاج إلى منظومة دفاعية رصينة وقوية، وهو غير قادر على هذا الموضوع في هذه المرحلة. وبالتالي على قواتنا الأمنية يعني بأمس الحاجة، هي بأمس الحاجة على الحصول على معلومات استخبارية يعني مكثفة ودقيقة، تحصل بها أو يعني نتمكن من خلالها معرفة تحركات داعش المقبلة في المكان والزمان والطريقة المعينة، حتى تتمكن قواتنا الأمنية من شن هجمات إجهاضية. نعم، يعني احنا بأمس الحاجة إلى معلومات استخبارية وليست بأمس الحاجة إلى عمليات نوعية. داعش مجاميع إرهابية صغيرة منتشرة هنا وهناك، لا تحتاج إلى قطاعات كثيرة لغرض شن هجمات عليها، بل نحن نحتاج إلى جهد استخباري متميز لغرض الحصول على معلومات دقيقة، وممكن استخدام المدفعية، ممكن استخدام القوة الجوية، ممكن استخدام قوات أمنية شن غارات سريعة على هذه المجاميع وتدمرها في مناطقها من دون الحاجة إلى عمليات يعني استثنائية كبيرة. نعم، إذن كل الشكر للخبير الأمني الأستاذ محمد الحياني.